واحنا نعرف ان الحاله المعنويه بتفرق كتير في الامور الطبيه، عشان كده جايين هنا عشان صوتنا يوصل لسيدنا ونقول له احنا بنحبك جدا يا سيدنا، ومش متصورين ان النهارده ما فيش اجتماع، وعندنا رجاء في ربنا انه يحط ايده ويخفف كل الالام اللي بتمر بيها. فترات ترنيم وفترات صلاة وإلقاء شعر، هو ده الخط العام اللي هيكون في اليوم النهاردة. لا ما فيش حاجة عن كده خالص، اليوم مخصص لتعبير عن محبتنا لقدس البابا، ما فيش أي حاجة عن كده. يعني طوية صفحة جديدة مثلا؟ نعم؟ يعني صفحة جديدة مثلا ولا؟ صفحة جديدة عشان ايه؟ يعني مثلا في ناس ممكن يقول لك ان دي صفحة جديدة مثلا مالهاش علاقة بالشهداء او غير كده. لا، هو احنا حركة قبطية ممكن تتعامل في اي موقف، يعني ما عندناش صفحة جديدة وصفحة قديمة. انت من عندك بس يا جماعة، باقي الناس هنبص كده بقى، يعني اللي ماسكينه ضل اللي ماسكينه، وباقي الناس معصلة كده. شباب استاذي، قولنا من هنا كده بسموها عشان الكاميرا يا رامي. هو فين الناس؟ اتفضلوا مع بعض نصلي صلاة الغروب، نبدا بها نبدأ. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كريا ليسون يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل ان والابد كل امين. اللهم اجعلنا مستعطين وكل كل الشكر يا ابانا الذي في السماوات، قدس اسمك، جاهز ملكوتك، تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفائنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن دين الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبدين. فلنشكر سوءنا عزيزي وعافى رحوم الله أبو ربنا والآن مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا أحفظنا قبل الليل وأشفق علينا وعطفنا قبل هذه الساعة، هو أيضا فلنسأل وعنا يحفظنا في هذا اليوم المقدس وفي أيام حياتنا بكل سلام. أضاب كل رب الأمان، أيها السيد رب الله، أضاب الكل أبو ربنا ومن خلص يسوع المسيح، نشكرك على كل حال وفي كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعدتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعدتنا وأتيتنا هذه الساعة، ونجاك نسألك وفي الصلاة يا محب البشر. نعم أن نحتمل الضعف موجود فينا إحنا، والوهن يا ربي وعدم القدرة على الاحتمال موجود فينا إحنا. إحنا يا ربي اللي إيماننا ضعف وفطر وبدأ يهتز، وكم يا ربي تدخل بقوة ليثبت إيماننا يا رب. نتذكر في كل تاريخ قيادته ورئاسته للكنيسة كم صنع يا ربي، وكم مر بالكنيسة من متعاطفات خطيرة، بل يا ربي كم مر بهذا البلد من منعطفات أكثر خطورة، والآن البلد في احتياج إليه
هذا البلد اللي كل اللي انت باركته الى ما حضر ولم يجدوا ولم يجد اجتماعا، ولكن عزائنا الوحيد رجاءنا الوحيد في انه يكون في وسطنا رب في اقرب فرصه، يضمد يا رب جراحتنا ويثبت يا رب قلوبنا يا ربي، واي اهتزاز يا ربي في مشاعرنا يا ربي مقهور يا ربي، لانك تعلم وتنظر اننا قلوب ضعيفه لا تحتمل. باركنا ربي واصبرنا كثيرا. بركه يا رب امك العذراء مريم، بركه القديس العظيم ماري مرقس صاحب الكرسي يا رب، ارحمنا واستجبنا حينما دعوك علي بكل شكر. يا ابانا الذي في السماء وتقدس اسمك، لان ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين اليك، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، للمسيح يسوع ربنا لنا لا تموت والقوه من السماء. أصار قداسة البابا ينزل ويدخل في عظته كالعادة ويعتلي عرشه ويقدم كلمة منفعة لشعبه، ولم يعبأ بأي تهديدات. هذا الرجل الذي حمل مصر كلها في قلبه بما فيها الكنيسة القبطية، نحن أتينا اليوم لكي نصلي من أجله، وكما علمتنا الكنيسة نصلي في القداس من أجل سلامة رئيس كهنتنا البابا الأنبا شنودة، وهو أيضا يصلي عن شعب كله. أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معه، نصلي أن يرحمنا الله ويمدد يمينه إلى هذا الرجل الذي طالما يرفع، احنا واثقين دلوقتي أنه هو في الليل وهو على فراشه، هو رافع قلبه من أجل مصر كلها ومن أجل الكنيسة. نصلي ربنا يديله الصحة والعافية ويبارك في حياته ويقبل صلواتنا. أمين. وبنقول كلنا بنحبك يا سيدنا.